اليوم هم صار عندنا حادث مؤلم حقيقة، نعزي عوائل الذين يعني ضحوا بأنفسهم من أجل سيد الشهداء عليه السلام في حرم الحسين عليه السلام. أثر التدافع اللي صار وحالة الازدحام الشديد، أنا السنة أخوتي كذا كانوا في كربلاء، وكل سنة يوم العاشر يكون في كربلاء، قالوا السنة الأعداد أضعاف السنين السابقة، أضعاف أعداد الزوار والمعزين ورقضة طويريج وحياء شعائر الحسين، فيظهر المكان كما تعلمون ما يتحمل عدد كبير من الزوار، فصير حالة ازدحام حالة اختناق. إذا زاير واحد عثر بعد يأخذ ويا مجموعة من الزوار يطيحهم ويا والصير كما صار اليوم حقيقة. أنا أغبطهم يعني أقول لعوائل الذين ذهبت أرواحهم البريئة الطاهرة هذا اليوم إلى رحاب سيد الشهداء إن شاء الله، أقول لعوائلهم بعقيدة وحق منبر الحسين، مو أرد أنظر بروسهم وهم مكلومين ومتألمين اليوم ويعني يشعرون بألم فقدان أحبابهم، مش سهل أنا أعلم، ولكن وحق منبر سيد الشهداء بكل عقيدة أقولها، أغبط شبابكم والذين فقدتموهم هذا اليوم على هذه الموتة الطيبة الطاهرة اللي شافوها، خلينا نقول الشهادة، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، هذه الشهادة اللي شافوها اليوم حقيقة أغبطهم عليها، أنه باب سيد الشهداء ويوم عاشوراء وفي الساعات اللي قتل فيها الحسين عليه السلام وهم باب سيدهم ومولاهم ويواسون إمامهم بأرواحهم الطاهرة، وتذهب أرواحهم إلى الله تعالى في يوم شهادة الحسين عليه السلام، فهنيئا لهم إن شاء الله. وباب اسمه باب الرجاء، باب اسمه شنو؟ باب الرجاء، فهنيئا لهم الجنة إن شاء الله تعالى ومجاورة سيد الشهداء عليه السلام. ونرجو من الله بحق هذه الليلة وبجاه منبر الحسين، احنا كنا نموت عمي، اكو واحد بينا خالد؟ لو دام أحد لأحد لدام محمد لأمته، كلها تموت، نرجو من الله أن يرزقنا هيك موتة طيبة. أي والله نرجو الله تعالى بمحمد وآله الطاهرين أن يرزقنا مثل هالموتة الطيبة الطاهرة هذه، هيك موتة زكية أن يرزقنا رب العالمين بجاه الحسين عند الله، ولا الإنسان يموت يموت، بس فرق بين موتة وموتة، فرق.